الرحيم أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الثالث في تعداد أشواط صباح هذا اليوم في هذا المهرجان، مهرجان منقيوين الحادي عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان اللبسة. الشوط الثالث وهو الشوط الخاص بالحجايج البكار، مسافتنا المعتادة والمقررة هي 4 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط وأرهني اللي قادت المجموعة. ننطلق مع زاهية لناصر بن محمد بن قران المنصوري، ننطلق مع المركز الثاني وأرهني ليالي مع المركز الثاني لأحمد بن سعيد بن منانة من يتابع المركز الثاني ومع المركز الثالث، علما بأن جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول مقدمة من علي بن هزيم المسافر إلى جزيل. الشكر والاحترام أيضا مع إحياء هذه الرياضة ومع هذا الدعم لهذا المهرجان. المركز الثالث القدوم من الشاهينية لراشد بن سالم بن عبيد الكتبي، ومع المركز الرابع، المركز الرابع أرهني امتحان، تنطلق مع المركز الرابع لسهيل بن محمد بن حطم العامري، وخامس التحديات نعود مع جلمودة لمحمد بن سيف بن حفيظ المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع البداية، والزاهية من تقود المجموعة، زاهية من تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بهذا الشعار، شعار ناصر بن محمد بن قران المنصوري. ولكن أرى هني ليالي مع المركز الثاني أحمد بن سعيد بن منانة، وأرى التسلل، أرى التسلل من الشاهينية راشد بن سالم بن عبيد بن عيد الكتبي اللي ينطلق أيضا مع التحديات المثيرة والقدوم من جلمودة لمحمد بن سعيد بن حفيظ المزروعي، وقع مع المركز الخامس، المركز الخامس التحديات لامتحان لسهيل بن محمد بالحطم العامري. التحديات رائعة، الانطلاقات مثيرة مع هذه الكوكبة الخماسية الماسية اللي تنطلق على أرضية هذا الميدان. يا سلام، وزاهية على رأس الحربة، يا الرشوط يا الرشوط، زاهية على تقود هذه الجموع مشاهدينا متابعينا الكرام، زاهية على الصدارة، زاهية على المقدمة بهذا الشعار، شعار ناصر بن محمد بن قران المنصوري. ولكن أرى التحديات، القدوم 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 من الشاهينية لراشد بن سالم بن عبيد بن عيد الكتبي، ومع المركز الثالث أرهني جلمودة لمحمد بن سيف بن حفيظ المزروعي. والتحديات القادمة نتابع امتحان مع المركز الرابع لسهيل بن محمد بن حطم العامري، ومن الجانب الآخر أرى هناك ليالي مع المركز الخامس ليالي وأحمد بن سعيد بن منانة من يتابع انطلاقة ليالي. وزاهية على رأس الحربة هي الأقرب مشاهدينا متابعينا الكرام لانتزاع سيارة هذا الشوط. يا سلام، التحديات مثيرة، التحديات رائعة، وزاهية، زاهية على رأس الحربة تقود هذه الجموع. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات المثيرة، أرى الشاهينية بدت أيضا، بدت بالتحدي المثير. يا سلام، والقدوم القدوم القدوم، نتابع مياسة من بدأت تتدخل بشعار حميد بن سيف بن أحمد الرميثي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني بدأت تنطلق، بدأت تنطلق على المقدمة والصدارة. مياسة مياسة مياسة، حميد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي من يتابع انطلاقة مياسة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. ولكن زاهية مع المركز الثاني
لناصر بن محمد بن قران المنصوري. والقدوم القدوم 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 التسهل للمشاهدين متابعينا الكرام من سهم لمحمد بن حمد بن هيان العامري. واللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة وصلت وضحة لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل. يا السلام شعار البرنز ينطلق مع المركز الثالث. ولكن نتابع نتابع البداية نتابع المقدمة نتابع الصدارة. ما شاء الله تبارك الله الأداء المتميز العرض الرائع. مياسة 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 على رأس الحربة تقود هذه الجموع حميد بن سعيد بن أحمد الرميثي. ولكن أردت تسلل أردت تسلل. نتابع وضحة نتابع وضحة مع المركز الثاني. ومن الجانب الآخر أرهني الوارية لمحمد بن سعيد بن علي النعيم. يا سلام مياسة مياسة من تقود هذه الجموع واللحظات اللحظات الأخيرة بهذا الشعار شعار المنعش ينطلق على المقدم حميد بن سعيد بن سيف بن أحمد الرميثي على رأس الحربة. من تقود هذه الجموع وهي الأقرب هي الأقرب للسيارة. ولكن أرهني الوارية تحاول واللحظات الأخيرة مياسة مياسة. والله الوارية الوارية ومياسة مياسة والوارية اللحظات الأخيرة مياسة. تهارينا تهارينا لحميد بن سيف بن سعيد بن أحمد الرميثي المركز الثاني. تصل فيه الوارية لمحمد بن سعيد النعيمي المركز الثالث. التحديات من وضحة لسالم بن طالب بن عقيل المركز الرابع. التحديات من سهم لمحمد بن حمد بن هيان العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز المتقدمة في هذا الشوط شوط حمل التحديات والإثارة مشاهدينا متابعينا الكرام حتى اللحظات الأخيرة. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني. ست دقائق 11 ثانية 9 أجزاء من الثانية توقيت مياسة. تهانينا لحميد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي على فوز مياسة بالمركز الأول. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الوارية تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها ست دقائق 11 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا موصولة لمحمد بن سعيد بن علي النعيمي واللي وصلت مع المركز الثالث. وضحة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق. ست دقائق 16 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت على فوز وضحة مع المركز الثالث. تهانينا للجميع والناموس.